السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله يومكم كل خير. محمد بخاري من شركة بروج العقارية، اليوم عرضنا لكم مميز وحصري، خلوكم معنا. العرض اللي راح نصور لكم اياه باذن الله تعالى اليوم مثل ما ذكرنا لكم عباره عن فلتين. احنا راح نصور الفله الاولى نموذج، طبعا الفلتين هي جاهزه وبجانب بعض، ومساحات الاراضي فيها ايضا متساويه. مساحه الارض لكل فله 430 متر مربع، ومساحه الفله من الداخل 380 متر مربع. طبعا هي عباره عن اربع ادوار، عندنا الطابق البدروم الارضي منفصل عن الثلاث الادوار العلويه. راح نشرح لكم الحديقه الخارجيه، مثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله كل فله حديقتها الخارجيه مزينه وجاهزه بالزهور بالكامل. هاي الفله الاولى اللي انا موجود تحتها الان، وعندكم الفله الثانيه بجانبي على طول تقدروا تشوفوها. فصايره مناسبه اذا عائله كبيره مثلا حابين ياخذوا فلتين جنب بعض، ومثلا يخلوا الارض مشتركه مع بعض، ايضا تصير مناسبه لهم. طبعا راح نبدا ناخذ بكم جوله في الأرض اللي هي تابعة للفلة، مساحة فيها 430 متر مربع تقريبا. أرض جميلة ما شاء الله تبارك الله، حاطين فيها أنواع الزهور، طبعا زهور لسه جديدة تحتاج إلى وقت، وأيضا التربة جاهزة ما شاء الله تبارك الله. عندنا بعض أنواع الفواكه أيضا، مثل ما تشوفوا هنا عندنا الليمون، شجرة الليمون جاهزة، توقع في منها اثنين وهذه الثانية أيضا. وهي منطقة متروكة فاضية، مساحتها جيدة، نقدر نحط فيها مثلا جلسة كاميليا، جلسة خشب، ونقدر نضيف المنطقة هذه أيضا بحكم أنها صايرة زاوية، فتصير جلسة كبيرة وجميلة جدا. واجهة أمامية ما شاء الله تبارك الله، إطلالة كاملة على الطبيعة. طبعا هنا عندنا حوض صغير، نقدر نحط فيها أنواع الأسماك إذا حابين، أو نستخدمها كمثلا مسبح صغير للأطفال. والمنطقة اللي خلفها مجهزة بالكامل، نقدر نزرع فيها أنواع الفواكه أو الخضرة بشكل عام. طبعا عندنا الصندوق الخلفي فيها نظام الكهرباء اللي تابع للفلة بالكامل، حاطين فيها صندوق مسكرينها من ناحية الأمام. بشكل عام هاي الحديقة الأمامية مثل ما انتم شايفتوا، وهاي الحديقة الجانبية. راح نبدأ نشرح لكم طبعا الشقة أو المدخل الأرضي البدروم اللي هي تقدروا تخلوها للخدم أو حارس الفلة. تفضلوا معنا. طبعا هنا عندنا مدخل الطابق الأرضي. الطابق الأرضي مثل ما ذكرنا لكم مكونة من غرفة بالإضافة إلى صالة بالإضافة إلى مطبخ ودورتين مياه. تفضلوا معنا نبدأ نشوف المطبخ، نحاول نشرح لكم باختصار. طبعا مساحة المطبخ ما شاء الله تبارك الله مساحة كبيرة، نظام التدفئة فيها موجودة، بالإضافة أنه المطبخ جاهز، الدواليب جاهزة فيها. وأيضا ما ننسى أنه من هنا نقدر نشوف الحديقة الأمامية، ومن الجهة الثانية نقدر نشوف جراج السيارة أو موقف السيارات. طبعا عندنا نظام الحماية الحديد حاطينها لأنها الدور الأرضي، فعندنا شبابي كلها فيها حمايات. نطلع من المطبخ، الأرضيات بشكل عام في هذا الدور جميعها من السيراميك، ما عندنا الباركيه. هذه الغرفة الأولى، المساحة يعني تقريبا 3 في 3 على شكل مربع، ونظام التدفئة أيضا موجودة فيها. بالإضافة أنه هنا عندنا مروش ومغسلة مثل ما أنتم شايفين، وجنبها مباشرة عندنا الحمام وانتم بكرامة اللي هو النظام الأرضي. أنا أتوقع في مجال أنه ندمج دورتين مياه مع بعض تصير دورة مياه واحدة. هنا عندنا مساحة متروكة فاضية، طبعا فيها مغسلة، وأيضا الجهة هذه تركبوا فيها نظام التدفئة الرئيسية، تقدروا تخلوها على الفحم أو تقدروا تخلوها مثلا على الكهرباء على حسب هذا المكان اللي راح يكون فيه الجهاز الرئيسي. هنا عندنا الصالة، أيضا الأرضيات فيها سيراميك على شكل باركيه، لكن هي سيراميك، وأيضا لها واجهة أمامية على حديقة الفلة. هذا باختصار شرح الطابق الأرضي. راح نطلع نشوف الأدوار العلوية ونشرحها لكم بالتفصيل، تفضلوا معنا. نكمل لكم شرح باقي الحديقة، ومنها نتوجه نشوف الفلة من الداخل. طبعا هاي أيضا
هاي المساحة بالكامل ما شاء الله تبارك الله، وخلفي الفيلا الثانية. طبعا عندنا أنواع الأشجار هذه اللي راح تكبر بإذن الله تعالى وتصير مثل الحائط الشجري. طبعا هنا عندنا موقف سيارات، وهاي البوابة موجودة أيضا جاهزة حاليا يدوية، لكن ممكن تحولوها إلى بوابة إلكترونية. طبعا مساحة كبيرة جدا تكفي فيها سيارتين بكل أريحية، ومثل ما انتم شايفين هذه البوابة الرئيسية أيضا جاهزة. وهنا عندنا هذا الشارع الرئيسي المؤدي للفيلا، وسبحان الله عند باب الفيلا عندنا موقف باصات البلدية، تقدروا تركبوا تقدروا تركبوا الباصات من هنا وتنزلوا إلى وسط المدينة اللي هو ميدان طرابزون. تفضلوا معنا نشوف تفصيل الفيلا من الداخل. طبعا عندنا الدرج هذا المؤدي للفيلا، وأيضا هنا عندنا ما شاء الله منطقة صغيرة زارعين فيها بعض أنواع الزهور، وأيضا الفيلا محاطة بأنوار ليد اللون فيها أصفر تقريبا، بحيث في المساء تعطي لون وإضاءة جميلة من خارج الفيلا. وصلنا الآن مع بعض للدور الأول. طبعا هنا عندنا مدخل الفيلا، مثل ما انتم شايفين مدخل على شكل مربع، نقدر نستخدم مثلا الجهاز اللي على اليمين نعمل فيها دولاب تكون للعبي والأحذية أكرمكم الله، ونقدر نجهزها بطريقة حلوة. طبعا على يسارنا مباشرة راح يقابلنا دورة مياه فيها المغسلة بالإضافة إلى كلوزيت جديدة مرتبة ما شاء الله تبارك الله، ومنها نقدر نجي للموزع اللي نقدر نصعد من خلاله للدور الثاني، ونقدر نشوف تفاصيل الدور الأول راح نشرحها لكم بالتفصيل. تفضلوا معنا، هنا عندنا الغرفة الأولى، المساحات حلوة يعني مساحات متوسطة تقريبا الغرف، ما تقريبا يعني أقدر أقول 3.5 × 4. مثل ما انتم شايفين هنا عندي جام واسع وتاخذ اطلاله يعني اضاءه جيده، وهنا عندي اطلاله على الطبيعه. نظام التدفئه موجوده في كل الغرف، بالاضافه انه عندنا الباركيه ما شاء الله تبارك الله درجه اولى متناسقه ومتناسبه مع لون البوي اللي هو لون السحاب، فصايره جميله صراحه. وعندنا الابواب مثل ما انتم شايفين، هاي الابواب ايضا طريقه تصميمها جميل، ومنها نطلع ونشوف المطبخ. طبعا التمديدات جاهزه لكن الدولاب مش موجود، هذه على حسب رغبة الشخص اللي راح ياخذها، يقدر يفصل على حسب اختياره، يقدر يخليها على حرف L او يقدر يكملها مثلا الى الناحية هذه يعملها دواليب على حسب ما يريد. نظام التدفئة ايضا موجودة في المطبخ، ولها بلكونة امامية جميلة جدا. هذه البلكونة طبعا نقدر نقول تراس ما شاء الله تبارك الله واسع تقريبا 4 × 3، يعني قد الغرفة تقريبا. طبعا فيها نظام اللي هي الدرابزين عاملينها من الحديد، تقدروا تشوفوا الإطلالة الأمامية معايا ما شاء الله تبارك الله، إطلالة جميلة جدا وتشوفوا الطبيعة. حاليا احنا في فترة الشتاء، طبعا الألوان باهتة شوي، لكن في فترات الصيف تكون الطبيعة جميلة جدا، وتوقع في نهر تحت أيضا، وتقدروا تشوفوا جزء صغير جدا من البحر. يعني الفيلا لها اطلاله على الطبيعه ولها اطلاله جزئيه جدا على البحر. هذا التراس الواسع اللي انا موجود فيه، الارضيات فيها سيراميك، ندخل منها للصاله ونشوفها معكم. ندخل للصاله ونشوفها معكم ما شاء الله تبارك الله، ايضا المساحه كبيره وجيده، وعندنا اطلاله بانوراميه اماميه. مثل ما انتم شايفين مساحه الجام اللي موجود في الصاله مساحه كبيره، بحيث انها تاخذ اضاءه كافيه، وايضا تكون في اطلاله مريحه للواجهه الاماميه. الأرضيات أيضا فيها باركيه، نظام التدفئة موجودة ما شاء الله، جهاز كبير للتدفئة، وما ننسى أنه عندنا ديكورات في السقف وأوريدي الإضاءات موجودة فيها. تفضلوا معنا، كذا شرحنا لكم الطابق الأول اللي احنا موجودين فيه، راح نصعد للطابق الثاني ونشرح لكم إياه بالتفصيل. طبعا أيضا الدرج فيه درابزين، والدرج نفسه سيراميك، وعندنا هنا شبابيك بين الدورين بحيث انها تاخذ اضاءة وتكون المنطقة هذه شرحة. طبعا كذا وصلنا للطابق الثاني. الطابق الثاني عبارة عن 4 غرف بالاضافة الى دورة مياه رئيسية راح نشوفها معاكم. هذه دورة المياه الرئيسية، صراحة المالك لمساته حلوة لما اختار المغسلة واختار المروش، وايضا جهاز التدفئة موجودة، وهذا الحمام الرئيسي اللي يخدم الطابق الثاني بالكامل. طبعا هنا عندنا منطقة فاضية فيها مكان تمديد لغسالة الملابس، ممكن تسكروها بدولاب تصير منطقة مرتبة. وهنا عندنا الغرفة رقم 1 في الطابق الثاني. طبعا الفيلا عبارة عن 6 غرف بالإضافة إلى صالتين. طبعا هنا الغرفة هذه اللي احنا موجودين فيها مروش فقط، يعني الغرفة هذه والغرفة اللي جانبها
فيها مراوش فقط، يعني دورات مياه مش متكاملة، فيها المروش فقط. هاي الغرفة الأولى شفتوها معايا. نشوف الغرفة الثانية. نظام الغرفة الثانية أيضا مثل نظام الغرفة الأولى، مثل ما شايفين مساحة جيدة، صراحة مساحات الغرف فيها ممتازة، نظافة التدفئة موجودة، بالإضافة أنه عندنا مروش مثل ما شفتوها في الغرفة الثانية، وعندنا بلكونة أمامية ماخذة إطلالة جميلة نشوفها معكم. وهذه البلكونة تابعة للغرفة اللي كنا فيها معكم. طبعا المساحة متواضعة جدا، مساحة صغيرة ممكن تحطوا فيها جلسة، وتقدروا تشوفوا الإطلالة الجميلة اللي صايرة أمامنا ما شاء الله تبارك الله على الطبيعة، إطلالة جيدة مباشرة على الطبيعة، ومنها نتوجه للغرفة الثانية. نطلع نشوف الغرفة رقم 3 في الطابق الثاني. هذه الغرفة الثالثة جاية بشكل طولي، تقدروا تشوفوها معي، تقريبا 4 × 2 متر شوي، وأيضا لها واجهة أمامية جميلة على الطبيعة. طبعا بالنسبة بشكل عام التشطيبات متوسطة أو إنها فوق المتوسطة بشوي. هذه الغرفة رقم 4 أيضا جاية بشكل طولي، لكن هذه ميزتها أنه على يسارها إطلالة الطبيعة، واجهة أمامية أيضا إطلالة جميلة جدا على الطبيعة. طبعا منها راح نطلع للطابق الثالث اللي هو الطابق الأخير للفلة. طبعا الطابق الأخير عبارة عن صالة بالإضافة إلى غرفة، تقدر تخلوها جلسة حلوة. طبعا الأسقف فيها نازلة جاية على شكل مثلث، فبالتالي إذا في مصمم جيد يقدر يصمم لها ديكورات جميلة وإطلالات جميلة جدا صراحة، فيها إطلالة على البحر وإطلالة أيضا كاملة على الطبيعة، وأجهزة التدفئة موجودة أيضا. وهنا عندنا الغرفة، طبعا الغرفة هذه مساحة صغيرة، تقدر تستخدموها مثلا إما محل للرياضة، الجيم مثلا، صايرة غرفة على شكل دائري تقريبا، وصايرة مساحتها صغيرة، لكن فيها 3 جامات ماخذ إطلالة جميلة جدا على الطبيعة. في نهاية الفيديو نحب نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى أن الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا زر الإعجاب وأيضا تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد، والأسعار والتفاصيل زي ما عودناكم دائما موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.